كيف حالكم؟ جملة كثير اعتيادية مش هيك؟ دائما تيجي تسأل حدا تحكي له كيف حالك والجواب دائما واضح الحمد لله. بس لو جيت وسألت طالب طب غالبا مش هيقدر يعبر عن اللي جواه. هذا الطالب مش هيقدر يحكي لك عن الأشياء اللي عم يمر فيها. ولو مرة فكرنا وحاولنا نيجي نحكي لحدا خارج أسوار الكلية نحكي له عن مشاكلنا نحكي له عن همومنا غالبا هيحكي لك اللي بده الطب بده يتحمل. هذا المجتمع ما بيوعى لخطورة التراكمات النفسية على الطالب. هذا في عدد من الدراسات اللي انعملوا على طلاب الطب في أمريكا وفي النرويج وضحت أنه نسب التفكير بالانتحار بين طلاب الطب تتراوح بين 11-23%. يا جماعة يعني في كليات طب في العالم كل 4 أشخاص في واحد منهم على الأقل عنده أفكار وعنده خطط بالانتحار. هذا الإشي ممكن نلاقيه شوي مش مستهجن. تعالوا نفكر، طالب عمره 18 سنة منحطه بظروف زي عزلة عن الناس بعيد عن كل شيء، ظروف قاسية بالدراسة وتحصيل دراسي سيء في بعض الأحيان. يعني أسلوب التعليم له يد في هذا الموضوع ولازم ننتبه لهذا الإشي، لازم ننتبه ليد أسلوب التعليم في هذا الموضوع. الآن أنا دائماً كنت أفكر أنه أنا بدي أعمل هذا التغيير، لكن فكرتي في التغيير ورحلتي فيها بدأت عام 2012 لما توفي والدي لما دخل المستشفى لاستئصال الطحال نتيجة إهمال طبي. والدي دخل في هذا المستشفى ودخل في إشي منعرفه with disseminated intravascular coagulation أو DIC، وهو عبارة عن أنه بصير خثرات في عدد من شرايين الجسم يؤدي ذلك إلى استهلاك الصفائح الدموية. لاحقاً والدي دخل في غيبوبة وتوفي على إثر ذلك. من هناك عاصفة عصفت بكل ماضي أنا وخلقتني إنسان جديد. واحد من أهم ثوابته هو التغيير عشان أمنع عتمة بيت جديد، أمنع عتمة إهمال طبي جديد. طاقة الحزن والعجز كلها حاولت أني أحولها لطاقة بدها تغير وبدها تعمل إشي جديد. لكن أول ما دخلت الكلية تفاجأت بأساليب التعليم اللي ما زالت في كل كليات العالم، في كل كليات الطب في العالم ما زالت تقليدية تعتمد على حفظ المعلومات وتخزينها فقط. لو جيت سألتكم جميعا شو الفرق بين المعلومات وبين المعرفة؟ شو الفرق بين أنه يكون عندي معلومات وبين أنه يكون عندي معرفة؟ المعلومات الآن متوافرة بين إيدين كل الناس. التقدم الطبي اللي إحنا فيه والتقدم التكنولوجي خلى إنه المعلومات الطبية بين إيدين كل الناس. لكن المعرفة هي إني أنا أقدر أوظف هاي المعلومات، أوظف هاي الحقائق عشان أساعد الناس، علشان نعمل إشي جديد، علشان نعمل تغيير. لكن للأسف إحنا هذا الإشي مش كتير متبع في معظم كليات الطب في العالم. إذا منيجي بنحكي عادة الطالب غير مستخدم كتير في أنه مثلاً على سبيل المثال غير مستخدم في العلاج أكتر، مش مستخدم في التدريس أكتر. علشان هيك أنا حكيت أنا كيف ممكن أعمل التغيير، وهنا بلشت أسأل وبلشت أبحث. عادة في بعض الجامعات بتحكي أنك لازم تخلي طالب الطب يشارك أكتر في علاج المرضى. هذا الإشي عادة معظم المشافي بتخاف منه خوفاً من الأخطاء الطبية. المفاجأة كانت هون، في عدد من الدراسات اللي انعملت على هذا الموضوع وضحت أن المشافي التعليمية نسبة الخطأ فيها بتكون أقل، وذلك لأنه الأطباء المسؤولين عن الطلاب عادة حيكونوا على درجة عالية من التأهب، وبالتالي هنا في عنا درجة أقل من أنه يكون في عنا أخطاء طبية. ما زلت عم بدور على كيف أنا ممكن أسوي تغيير، كيف أنا ممكن أغير بالوسط والمجتمع اللي أنا فيه. في سنة الدراسية في السنة السادسة أقدمت أول إشي على إنشاء اتحاد مصغر كانت وظيفته كالتالي: طلاب السنة السادسة طلاب السنة الخامسة بيعملوا على تدريس طلاب السنة الرابعة سواء كان على المعلومات السريرية سواء كان على التاريخ المرضي وغير هيك. أنهينا هذا الإشي بامتحان عملي مصغر كان على كل الطلاب، كان حوالي فوق 60 طالب. هنا كانت المفاجأة اللي أنا بلشت أدركها.
الطلاب اللي تعرضوا لهذا التدريب كلهم أجمعوا على إنهم كان مستواهم التعليمي أعلى بعد هذا التدريب. لكن الأهم كان في المدربين نفسهم. المدربين نفسهم حكوا إنه علمهم تعزز وصار عندهم ثقة بنفسهم أكثر، وذلك لأنه أفضل طريقة للتعلم هي التعليم. علشان هيك أنا دائماً بأصر على إنه لازم نستخدم الطلاب في التعليم علشان نعمل فرق وعلشان نعمل إشي أكبر وعلشان نحسن هذا الموضوع. في سنة 2020 وخلال الكورنتاين اللي كلياتنا كنا فيه، أنشأت أنا وزملائي منهم ليث عزام، أنشأنا كلينيكيز. كلينيكيز هي عبارة عن مؤسسة كان هدفها تغيير التعليم الطبي في البلاد. بحب أحكي لكم إنه لغاية وقوفي على هاي الستيج قدمنا أكثر من 350 ساعة تدريبية انعملت على مختلف أنحاء الوطن. كنا في القدس، كنا في الخليل، في بيت لحم، في نابلس، في رام الله، في كل مكان عملنا تدريب لمعظم الطلاب. في الجانب الآخر كان عندي في هاي الصفحة عندنا طلاب من السنة الثانية والثالثة والرابعة اللي بيعملوا على تقديم المحتوى الطبي، هم اللي بيساهموا في إعطاء هذا المحتوى الطبي والتعليم وتعليم زملائهم وتعليم أصحابهم. كلياتهم أجمعوا على الأشياء التالية: أولاً صارت ثقتهم بنفسهم أعلى، صار تحصيلهم العلمي أفضل، وصارت ثقتهم إنه بالصحة النفسية تبعتهم أفضل. اللي عم بحكي فيه، اللي عم بحاول أوصله، إنك تستخدم الطلاب في تعليم غيرهم، يعني تستخدم الطلاب لتعليم نفسهم. هذا الإشي رح يعزز من الحالة النفسية لكل الطلاب. إضافة لذلك أنت عم تعطيه قيمة مجتمعية، قيمة بين كل الطلاب اللي هو حواليهم، وبذلك إحنا بهذا الإشي رح نرفع من مستوى التعليم. الطالب رح يضل طول الوقت مستمر مع العلم تبعه، طول الوقت متواصل معه، لأجل ذلك أنت هيك رح ترفع برضو من مستوى العلم. اللي عم بحاول أوصله إنه هذا الإشي ممكن إنك تستخدمه في كل كليات، مش بس في كلية الطب. إحنا منقدر نغير الواقع، إحنا كشباب ممكن إنه نغير الواقع ونكون لحظة في هذا التغيير. شكراً.